عمر مصر درع الخليج ومسافه السكه تشهد، وطول عمر الخليج ظهر لمصر في الشده. وعمر ما المعادله دي ما تغيرت، لانه مصر واضحه في تعاملها مع العرب كلهم، وهو تعامل المصير الواحد. ايه اللي حصل في الساعات الاخيره بين مصر والسعوديه؟ وايه حكايه المشروعات الاماراتيه والسعوديه اللي هتتعمل في 2024 بمصر؟ وحجمها قد ايه؟ وايه الرساله المهمه اللي الخليج بيوصلها للعالم؟ بانكير نبض البنوك. لو انت متابع في الساعات الاخيره، صار اجتماع مهم جدا بين وزير البترول المصري طارق الملا ووزير الصناعه والثروه المعدنيه بالمملكه العربيه السعوديه بندر على هامش مؤتمر دولي في العاصمه الرياض. وفي الاجتماع ده الوزيرين وقعوا مذكرة تفاهم للاستثمار في مجال التعدين في مصر ودخول القطاع الخاص السعودي بقوة في القطاع الواعد في مصر. وزي ما قال الملا انه مصر حققت نجاحات كبيرة على مستوى المناخ الاستثماري التعديني من خلال إجراءات إصلاحية مهمة على المستويين التشريعي والمالي. وقال الوزير المصري أنه فيه اهتمام مصري بتحقيق أعلى قيمة من التوسع في قطاع التعدين ضمن استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين على كل المحاور، والعمل على جذب استثمارات جديدة ودعم التحول الرقمي في أنشطة القطاع. وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي من ناحيته قال إنه في رغبة من الدولتين لتعزيز وتطوير علاقات التعاون بينهم في مجال الثروة المعدنية لدعم الإمكانات العلمية والفنية والاستشارية في تنمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها بصورة أمثل في البلدين. وقال الوزير السعودي كمان انه بموجب المذكرة القطاع الخاص في البلدين هيرفعوا حجم الاستثمار في قطاع التعدين والتعرف على الفرص التعدينية المتاحة في كلا الدولتين. وقال كمان انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد وتنفيذ الاجراءات اللازمة لتفعيل هاي المذكرة. مصر نجحت في جذب انتباه المستثمرين لأنشطة قطاع التعدين بعد التطورات المهمة في القطاع، ومصر كمان عندها مقومات وخبرات جيولوجية كفيلة بتحقيق نتائج مميزة في مجال التعدين، وبتستهدف كمان دخول الشركات العالمية في مجال التعدين والبحث والتنقيب عن الذهب والخامات التعدينية الثانية، والعمل كمان على القيمة المضافة في مصر، وفي تعاون كبير مع شركة معادن السعودية وهي من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين في العديد من دول العالم. كمان الحكومة المصرية بتستعد لتوقيع بروتوكول تعاون واتفاق جديد مع شركة معادن للعمل في مصر في مجال الاستكشاف والتصنيع للخامات التعدينية. ومصر لو ما تعرفش هي من الدول الغنية بالمعادن اللي محتاجة بس استثمارات ضخمة على استخراجها وتصنيعها في مصر والاستفادة من القيمة المضافة وتحت فرص العمل خاصة لأبناء الصعيد ومثلث التعدين الشهير. مش بس السعودية هي اللي هتدخل قطاع التعدين المصري بقوة، كمان في مشروع إماراتي ضخم جدا هيشتغل في 2024 بتكلفة 10 مليار دولار مرة واحدة، وهو في مجال طاقة الرياح أو ببساطة أكبر محطة رياح في العالم. المشروع الضخم والعالمي هيكون بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الإماراتية الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة وإئتلاف شركائها، وبيضم إنفينتي باور أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا وشركة حسن علام للمرافق المتخصصة في استثمارات البنى التحتية المستدامة لتوفير قطعة أرض مخصصة لإنشاء المشروع بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجا وات، واللي هيشكل عند اكتماله أكبر محطة طاقة رياح في العالم. المشروع الإماراتي الضخم في مصر من أهميته بيتابعه شخصياً الرئيس السيسي والرئيس محمد بن زايد، واتفقوا عليه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وهذا بيقول إنه الخليج نازل بقوة في السوق المصري، وكل اللي بيتقال غير كده تضليل وإعلام مضلل مقصود بالفتنة وضرب العلاقات. كانت معكم هالة البشيتي من بنكير، شكراً لكم وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.